مساء الخير يا كابتن. الله، ازي الاول حضرتك؟ انا عامل ايه؟ بعتب عليك لان حد كده فرجني على مداخلتك مع الكابتن رضا عبد العال، وكنت ارجو انك ما تعملش مداخله وان انت تركز في الملعب افضل. خدها مني وما تعقبش عليها، انك تركز في الملعب افضل لانه ده الاحسن بالنسبه لك. طبيعتي يعني والله يا كابتن، يعني ما بحبش ارد حتى لو حد بينتقدني في حاجه. انا دايما ما بحبش اتكلم ولا ارد في اي حاجه خالص، نعم، بس المره دي كانت مستفزه شويه. لا ان انا معلش، برضو انت مخطئ. بخسر الزمالك في ماتش سموحه وانا قاعد في بيتنا وبمشي المدربين، فصعبه شويه دي. طيب ما انا علينا. اللي بمشي المدربين وانا اللي مخسر الزمالك وانا بره السكور، فاكيد كنت لازم ارد لان الموضوع كان مستفز شويه. طيب خليني في اللي بيحصل في نادي الزمالك. مش من الغريب تخسره في افريقيا من فريق متواضع، مع كل احترامي وتقديري للمقاصة ومجلس ادارتها وكابتنها اياد جلال والامر نفسه سموحه ومجلس ادارته طبعا احنا والكابتن مؤمن سليمان ثم الشرقيه ومجلس ادارته ورعيه والكابتن عماد النحاس، لكنه هزيمه الزمالك 3 مباريات متتاليه في الدوري العام ده حدث يستحق الوقوف امامه يا كابتن ابراهيم. طبعا ده حاجه كبيره، يعني انا واحد من الناس معتبر انا زي المشجع دلوقتي، انا بتفرج من بره. نعم. الوضع صعب جدا، يعني من فتره طويله، من ايام حتى السنين اللي كنا بنمر فيها بازمات كبيره، ونادي الزمالك ما كانش بالمنظر ده والاستقرار ده، ما كناش بنخسر بالشكل ده. نعم. لكن انا واحد من الناس شايف ان الوضع ده الناس كلها مسؤوله عنه، بس اللي بياخد النسبه الكبيره هو لعيبه نادي الزمالك، هي المسؤوله النسبه الكبيره عن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. واحنا برضو اللي علينا نخرج نفسنا من الوضع ده. اعتقد ان الامور اتحسنت دلوقتي، بقى في مدير فني اجنبي والامور كلها قدامنا. اعتقد ان احنا من ماتش النهارده لازم نقفل الصفحه اللي فاتت دي كلها، والمباراه اللي جايه لازم يكون في شكل تاني باي وضع، يعني باي وضع وباي حد. ارجع اسالك يا ابراهيم، ايه اللي بيحصل؟ يعني سبب سوء العروض، سبب سوء النتائج كان ايه؟ وجاوبني بامانه. هو الفتره اللي فاتت سوء العروض ان احنا ما كناش بنعمل حاجه عشان نكسب، هي دي الازمه. يعني احنا ما كناش بنعمل حاجه عشان نستحق المكسب بصراحه. يعني فريق ما بيتعبش في تمرين، فريق في لعيبه عارفه اللي هتلعب وهي حاطه رجل على رجل، في لعيب بيتمرن وعارف ان هو بره اصلا من غير حاجه، في لعيبه، يعني في حاجات كتير كانت بتتعمل، فاكيد كان لازم نكون بالوضع ده. تزعلش مني، هل بتقول الكلام ده لان انت ما كنتش في التشكيله الاساسيه؟ هات يا كابتن اللعيبه اللي بتلعب اساسيه واسال اللعيبه اللي بتلعب كل الماتشات وهي تقول لك الوضع كان ايه. في ناس ما بتجيش التمرين وعارفه ان هي تلعب المباراه الاساسيه. انا عارف طبعا ان انت ما تقدرش تتكلم على زملائك، يعني مين اللي بيجي ومين اللي ما بيجيش. مش زملائي ده. ده سيستم ومحطوط، المفروض ان اللعيبه كلها تكون عارفه الوضع ايه. مع احترامي لاي اسم، ايام اي مدير فني اجنبي ما كانش في لعيب بيقدر يغيب حتى لو عنده حاله وفاه في بيته، يعني كانش في حد بيقدر يتاخر على التمرين. احنا دلوقتي كل حاجه كانت الفتره اللي فاتت بالمزاج، اللي عايز بيعمل اي حاجه بيعمل. طيب الان تغير المدرب وجي مدرب اجنبي، الكره بقت في ملعب دلوقتي في ملعب اللعيبه. ايوه انا واحد من الناس بقول دلوقتي الكره في ملعب اللعيبه. راجل لسه جاي، اعتقد شاف النهارده مباراه سيئه للعيبه اللي لعبت، فكل الناس قدامه هتبقى سواسيه، هيشوف الاصلح في التمرين، هيشوف الاصلح اللي يلعب في تشكيل نادي الزمالك. احنا كل الناس على ان هي تسيبه يلعب ويأدي، كل يشوف الناس كلها ويشوف الاصلح لفريق نادي الزمالك ويعمله، عشان احنا داخلين على مرحله صعبه جدا جدا جدا. اعتقد اللعيبه دي كلها مش حد فيها حضر المواقف الصعبه غير انا وشيكابالا وممكن محمد ابراهيم. فاحنا داخلين على مرحله اصعب ما يمكن، هم عمرهم ما جربوها، او اللعيبه دي كلها عمرها ما شافتها. اللعيبه دي جت في وقت مكسب ودوري وكاس وسوبر، فالدنيا كانت معاهم. اللي شفنا المواقف الصعبه دي، بس الفتره اللي جايه